احنا اهالي شارع الصرفي في الحي الغربي مش بين القوم. في عندنا جار بيركب شبكة محمول، وزي ما حضراتكم عارفين الشبكة دي بتجيب أمراض سرطانية وتجيب أورام وتجيب حاجات بلاوي زرقاء خاصة بالسكان، وإحنا جيرانه. وإحنا قمنا بعمل محضر من 3 أيام، عملنا فيه محضر إثبات حالة بوقف استكمال هذه الشبكة، ورحنا اتكلمنا معاه بشكل ودي عشان يشيل الشبكة. قال أنا مش هشيل حاجة وأنا معايا أوراق رسمية. طب ورينا أوراق رسمية، محدش ورانا حاجة، وعملنا محضر بإثبات حالة. فوجئنا ان النهارده الساعة 1 ظهرا كان في مسؤولين من شركة فودافون، موظفين وعمال، وكانوا شغالين فوق بيركبوا الشبكة. كان صاحب البيت ما كانش موجود، بنتكلم معهم قال احنا معانا تصريح واحنا ملناش دعوة، احنا مجرد موظفين في الشركة وبنركب شغلنا. فاتصلنا بالنجده وعملنا محضر تاني اثبات حاله، والمحضر لسه معمول من قيمه ساعه، وفي ناس غيرنا جايين برضو معانا لسه موجودين في النيابه في القسم مع المواطن اللي هو صاحب البيت، وهنعرضه على النيابه الساعه 8 بالليل. فاحنا اهالي المنطقه بنشتكي للمحافظ وبنشتكي للمسؤولين، احنا ملناش غيركم، ملناش غيركم انتوا وربنا، احنا عايزين نوقف استكمال هذه الشبكه. حوالي قد ايه يا فندم متضرر من الموضوع ده؟ الشارعين الاثنين، شارع الصرفي اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي، وشارع فاروق كساب اللي موجود فيه الشبكه. يعني كل العمارات تقريبا العمارات اللي موجوده دي كلها في ظهرنا. وصوري العماره اللي فيها العماره اللي فيها الشبكه يا حضرتك. لا العاليه دي، العماره جنبكم. تمام العاليه دي. تمام حضرتك. حوالي 2000 اسره، اكتر من حوالي 2000 اسره، يعني حوالي 3 شوارع. يعني هو شارع في النص، قبل على يمينه شارع وعلى شماله شارع، يعني حوالي 2000-3000 أسرة هتتضرر من شبكة المحمول دي. عزبة الغربية منطقة مكتظة بالسكان، فيها أطفال كتيرة جدا، جنبنا مدرسة، يعني أمراض وآثار سلبية على المواطنين وعلى الأطفال. نتمنى من المسؤولين يتخذوا كل الاجراءات وباسرع ما يمكن لوقف الشبكه دي باي طرق من الطرق. حضرتك بتطلب ايه؟ بطلب وقف الشبكه لان دي اضرار علينا وعلى الناس كلها وعلى الجيران اللي حوالينا. فيا ريت. يعني حضرتك قلت انكم عملتوا طلب للمحافظ؟ عملنا طلب للمحافظ وقدمناه حضرتك. تمام. والطلب ومعانا الطلب اهو. تمام خلاص. اسامي الناس اللي موجوده هنا، موجوده ودول، ومعانا ناس غير دول كمان بتاع الشارع الثاني كمان. تمام يا فندم. اخر حاجه بقى حضرتك بتطلبها وتقول ايه؟ عايز ايه؟ يا ريت يوقفوا الشبكه عشان الناس اللي موجوده حواليها كلها هتنضر منها. حضرتك عايزين احنا الاطفال شباب، يعني زي حضرتك الاطفال الصغيره ديت ما لهاش ذنب ان هي لا قدر الله تصاب باي مرض.